عمر مش موجود. مال راح فين؟ هو باص المدرسة جه خده. طب ليه مجدي ما صحتنيش كنت جهزته للمدرسة؟ لأن عارف إنك واخدة على السهر لوش الفجر، ما بتحبيش تصحي بدري، علشان كده لما خدته من جنبك ما حبيتش أزعجك. هو أنا ليه يا مجدي حاسة إن في كلامك حاجة ما تطمنش؟ هو عمر فين؟ سيبك من عمر دلوقتي وقعدي، عشان في كلام مهم أوي يهمني إنك تسمعيه. اقعدي. من ساعة اللي حصل وأنا فكرت أعمل فيكي إيه علشان أنتقم لشرفي. فكرت في حلول كتير، وأول حل فكرت فيه فكرت إن أنا أقتلك، وفكرت كمان إن أنا أشهر بيكي وأفضحك، بس لقيت إن كل الحلول دي ممكن تشفي غليلي بس هيكون مردودها سيء على ابني. وبعد تفكير لقيت حل مرضي ومقنع. صدقني يا مجدي والله العظيم أنا مظلوم، أنت ليه مش عايز تصدقني؟ والحل هو إنك تقومي تجيبي القايمة اللي أنا ماضيلك عليها وتلبسي عشان في ناس جايين. ناس إيه؟ هو أنت عايز تأذيني؟ أنت أحقر من أن أفكر إن أنا أذيكي. المأذون جاي دلوقتي وهتبريني من كل حقوقك وبعدين هطلقك. يلا قومي. طب عشان خاطري يا مجدي، عشان خاطري اديني فرصة أفهمك القصة إيه وبعد كده أعمل فيا اللي أنت عايزه. وبعد ما أطلقك مش عايز أشوف وشك أو ألمحك صدفة في طريقي. أظن كلامي واضح. طيب ماشي. طب طلقني بس ما ترمينيش في الشارع. انا كده كده حدنا والشقه من حقي، وانا طمعانه بس في رحمتك. الاولى انك تطمعي في رحمه ربنا. ربنا اللي اداكي نعمه وانت ما حافظتيش عليها ولا صمتيها. طب وعمر؟ عمر ده تنسيه لانك مش هتشوفيه تاني. ابوس ايدك الا عمر يا ابني، ابوس رجلك يا مجدي، ابوس ايدك والنبي عشان خاطر الا ابني. اللي يشوفك كده وانت محروقه على ابنك ما يشوفكيش كل يوم وانت بتدي الدواء علشان ينام، علشان يخلالك الجو، عشان ما يسمحش فضايحك كل يوم. انت واحده حقيره ما عنديش وقت اضيعه. انا اسمع يا مجدي عشان خاطر العشره اللي بينا يا ابني. لا ابوس ايدك يا ابني، لا والله العظيم ده صعبك. لا انا رحت لي حقوق يا مجدي. طب بمناسبه الحقوق بقى ليكي، انت عارفه ان انا بالرسائل والمسجات اللي موجوده على موبايلك ده ممكن اعمل لك محضر واسجنك بتهمه الزنا. ايه رايك بقى يا محقوق؟ ايه رايك؟ يلا يلا نجري غيري هدومك ولا هتقابل الضيوف بشكلك ده. ما انت مش فارقه معاكي، انت واخده على كده. يلا غوري امشي.